دلوقتي رجعنا لكم فيديو جديد عشان اوريكم الانجاز اللي حصل. لحد دلوقتي الانجاز بدا يبان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونقول باي باي لبسنت. بسنت من الناس اللي بذلت مجهود جبار معايا. ايه رايك بسنت في توضيب المحل؟ خالص متاكده؟ بعد الكام يوم اللي انت جيتيهم انت وعزه الموضوع مش صعب خالص. طمنيهم طمنيهم. احنا يا دوبك لسه بس شويه حاجات صغيره خالص 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 خالص. ليه 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 بس لازم يبقوا فاهمين يعني ده حاجات بسيطه خالص 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 خالص. لسه هتتعمل لسه ده يعني احنا خلاص ما روحش المكتب. احنا خلصنا يا جماعه القطن الحمد لله، رصيناه كله خلصنا الحمد لله. فاضل حاجات بسيطه، فاضل بس هنا احط القطن المصري والحاجات اللي هنا دي هتتشال تتحط في الرفوف اللي هناك خالص دي. وبعدين بقى ايه واحنا بنفرز الصوف اذنه فاجأ بكل القطن ده لازم يتحط معانا في ارفف القطن من تاني. ارصه ولا ما ارصوش؟ هخفيه هخفيه. إيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي تم لحد دلوقتي. انا شايفه انه انجاز كبير بعيدا عن الحاجات اللي على الارض لسه هتترص، بس الحمد لله الحمد لله. انا مبسوطه انا مبسوطه انا مبسوطه. باي.